ورجعنا لكم تاني ورجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده عن الفاشن. الفقره دي عجباني قوي، عجباني لاسباب كتيره جدا. عجباني لان المصممه اللي معايا عندها فكر معين، فكر ان هي تلبس جميع الاعمار، جميع المقاسات، محجبات وغير محجبات. خليها تتكلم اكتر على حاجتها. ضيفتي النهارده مصممه الازياء مروه فاروق. ازيك يا مروه؟ ازيك يا انجل، منوراني. ربنا يخليك مروه. بريف اس كده بس سريعا، اتجاهك ايه في التصميم؟ طيب، زي ما انت قلتي ان انا اتجاهي محجبات، بس يعني بنحاول نوري البنات المحجبة ان انتم مش محصورين في مكان معين. ممكن بنات مش محجبة تلبس نفس الستايل بتاعكم، اخده شوية ستايل اللاين البوهيمي، مش في كل الستايلز بتاعتي، بس هتلاقيه غالب على الستايلات بتاعتي ستايل البوهيمي. طب مروة تعالي نشوف البنات كده وبعد كده نتكلم انا وانتي. يلا بينا. مروة، يعني يمكن مش أول مرة أستضيفك، استضفتك قبل كده كتير. دايما بحس إن لبسك مريح. أوكي، يعني اللبس تحسي إن هو مريح. طيب المريح ده، اللبس المريح، القصات المريحة دي، ودايما بتهتمي بالموضوع، هل سهل في تصميمه ولا أصعب؟ لا طبعا أكيد مش سهل خالص. مش سهل عشان طلعي عشان أقعد أفكر إن الحاجة تنفع. أنا بشتغل في سايز، فعشان أفكر إن الحاجة تطلع حلوة على رفيعين زي المودلز كده، والتخان تبقى حلوه عليهم، وفي نفس الوقت تبقى مريحه، بتبقى بتاخد طبعا طيب مجهود شويه. الفري سايز او الحاجات الواسعه، في اي شكل جسم تقوليه لا انت ما ينفعش معاك؟ لا، في موديلات معينه، مش كله يا امينه. في ايه سوري؟ يعني في موديلات معينه. يعني مثلا الجو بانتالون دي اللي هي طلعت بيها، عند وزن معين ما بقدرش اخليها تاخدها. أوكي. يعني المليانه قوي قوي هتخنها، فببقى فير بصراحه مع الناس. لكن الدراسز الواسعه قوي لا، عادي، بالعكس ده ما بتبينش الديفوز. وانت عامله يعني اول اوتفيت ده للبحر، صح؟ طبعا لبس محجبات غير محجبات، بس الصيف ده بالذات بصراحه كنت مركزه قوي ان انا اعمل حاجات احنا كمحجبات في على البحر. مشكلة رهيبة. فكنت مركزة قوي ان انا اعمل حاجات فعلا تبقى واسعة، يعني حتى السكيرت دي برضو تتلبس على البحر، تلبس عليها بقى حاجة تانية من فوق، تيشيرت بالظبط، حاجة تبقى مور كومفي. والدريس ده خفيف قوي، وفي نفس الوقت عاملة له بطانة من تحت عشان ما تضطرش تلبس حاجة من تحتيه. بحاول اسهل ان ما يبقاش فيه لايرنج في اللبس.
ونقدر نقعد على البحر بقى براحتنا كده وشكلنا ستايل وحلو. طيب مروة، انت عندك فكر واتجاه معين، بس هل السنه دي انت في الكولكشن بتاعتك واخده حاجه من الموضه ولا مع نفسك؟ الوان. الالوان، الوان، ومثلا الجوب بنطلون دي طالع موضه قوي السنه دي اللي هي الواسعه دي، الكالرز بقى اللي هي الاورانج والفوشيا والنين طالع موضه، حطاهم طبعا كلهم في ال. والالوان اللي مستخدماها برضو متبعه الموضه السنه دي حلوه قوي يعني. الوان تجنن يعني. هي بصراحه الصيف ده عايز الوان. فانا متبعه موضوع الالوان. بصي انا مش بتبع الموضه بحذافيرها يعني. بس بحب اخد يعني حاجه بسيطه كده، بس مش بحب امشي وراها بالظبط. بالظبط. بنات لسه ما جهزوش. طب مروه قولي لي حاجه تانية بالنسبه لبرده يعني لبسك للمحجبات زي ما قلنا وغير المحجبات. طب المحجبات اللي عاملين حجاب 100% سليم، هل برده حاجتك بتنفع معاهم؟ طبعا تنفع، لاني انا مره واحده منقبه اخذت مني درس يعني، ومنقبه مش حجاب بقى، مش هنقول حجاب. بصي اصل ده هيفرق في طريقه حجابها بس يعني. هي لو هتلبس مثلا سكارف نازل خلاص، هي الحته دي خلاص. لان هو انت عندك ده دريس واسع، جو بنطلون واسع. انا مش ملبسها مثلا بنطلون طايد وعليه حاجه قصيره. بالعكس انا لما باجي اعمل اي توب من فوق براعي ان هو لازم يبقى طويل، ما ينفعش يبقى قصير اصلا. طب قولي القماشه اللي مستخدماها السنه دي ايه؟ بصي اكتر حاجه مستخدماها الكوتنز، الكوتن والكتان. أوكي. بس عشان طبعا الكتان الخفيف عشان الحر، والكوتن طبعا عشان الحر. طيب دايما بيجي لي السؤال ده مروة من محجبات، انا مسافره اخد ايه في شنطتي؟ بيبقى زي ما انت بتقولي المحجبات بتبقى دايما مطلعه، فانت قولي لنا كده 4 اور 5 بيسز لازم يبقوا في الشنطه هتقضي بيهم الاسبوع كله. اهم حاجه دريس طبعا. دريس. اهم حاجه دريس، والدريسز موضه والماكسي موضه. بالظبط. ومش محجبه بتاخد اصلا دريسز معاها وهي مسافره. ده اساسي. اوكي. اوكي. تاخد برضو حاجه كومفي سوت كده، هيطلع معانا دلوقتي السوتس اللي هي تتاخد برضو في السفر. طب تيجي نشوفهم الاول وبعد كده نكمل الكلام. نشوف السوتس يعني. اتفضلوا. دول كمفي، دول كمان في النادي نادي بقى سفر يعني. ده كنا مهتمين بيه قوي. شكله ان فعلا حاجه شكلها مريحه حاجه مريحه. وحبيت بقى ادخل تاتش يبقى يونيك يعني. ما عملش السوت لمجرد ان هو سوت. عملت يعني الاولاني ده هاند ميد بينتد. اوكي. اوكي. التاني حبيت ان انا اعمله 3 بيس كده وفي تاتش الشرايط عشان يبقى حاجه مختلفه. انت اللي بتعملي هاند بينتد؟ لا مش انا اللي بعمل، انا بصممه وبديه لحد ينفذ.
طب تعالي نكمل المحجبات تاخد ايه، لان السؤال ده كل يوم بيتكرر على صفحتي. تمام، احنا قلنا خلاص الدراسز، قلنا سوتس زي دي، قلنا برضو وايت بانس، اي حاجه بقى تدخل لنا هوا كده يعني. اوكي وايت بانس. اوكي واهم حاجه كمان يعني، بص نبعد على الجينز بقى، نبعد على الجينز خالص خالص. خلينا بقى في سوت بانس، وايت بانس، سوتس كده، طبعا البوركيني اللي هو المايو، المايو ده اهم حاجه. بس خلاص هتغير بقى في اشكالهم. طيب انت بالنسبه للمحجبات بتفضلي لما بتشوفي واحده محجبه انها تلبس وان بيس اللي هو دريس، ولا بيبقى احلى على المحجبات التو بيسز سواء سكيرت مع توب او بانتس؟ ده بصي كل مناسبه او كل طلعه وليها حاجه. لا ما اقصدش يعني لو هنتكلم في الكاجوال ان جنرال، انت بتحبي على المحجبات تو بيسز ولا وان بيس؟ انا بحب التو بيس. التو بيس لان انا بحب تدخل الالوان. بحب مثلا دايما بحب يبقى فيه ثلاث الوان في الاوتفيت، بيدي كاتشي لوك كده. فالتو بيس دي بتديكي يعني بتديكي فرايتي اكتر في ان انت تختاري الالوان حلوه. طب وانت اكتر حاجه بتشوفيها في المحجبات او اكتر نصيحه في اللبس عايزاهم يبطلوها ايه؟ شايفاها ما بتضيفش للبس؟ لا بصي انا ما بحبش ان واحده مثلا جسمها يعني، في ناس بتشوف الطقم على الموديل حلو قوي هي مصممه تاخده، طب هو مش حلو عليكي؟ بس لا. ده ان جنرال محجبات او غير محجبات، لكن ايه الاخطاء في اللبس للمحجبات اللي انت بتشوفيها كمحجبه كمان وكديزاينر؟ ربطات السكارفز بتشوفيها ايه اللي بيعملوا غلط؟ في ناس مثلا بتربط السكارف، يعني احنا السكارف كل ما بتبقى مريحه كل ما تدي للوش كده ما يبقاش مكتوم يعني. ففي ناس بتربط الشرب بزياده كده. قصدك سمبلسيتي فيها يعني؟ يبقى سمبل بالظبط. يبقى سمبل. ممكن نقول طريقه مثلا لبس الشميزات، ممكن في ناس بتحط بلت وهي ما ينفعش يتحط بلت مثلا على الستايل ده او على الشميز ده او على التوب ده. يعني في ناس بتضيف بزياده على الحاجه على فبتبوظ الحاجة. اللوك بتاعها. طب انت كل القماشه والحاجات بتاعتك مصريه؟ بصي هو يعني معظمهم مصري وكتير قوي مش مصري بس متجابين من جوه مصر، يعني في احنا عندنا هنا قماشه مستورده كتير قوي. فانا بصراحه لما بحب احط حاجه مميزه بجيب قماش مستورد. يعني احنا لحد دلوقتي ما عندناش قماشه مصريه عندنا ديزاينرز؟ عندنا طبعا. انت بصي قلتي لما عايزه حاجه مميزه ليه بصي الكوتن اللي طلع ده ما هو مصري. مصري بس انا بتكلم في مش في ماتيريال يا امينه. انا بتكلم في ديزاين قماشه، في ديزاين ماشي. فبتبقى مختلفة شوية. نشوف المودلز اتفضلوا. لذيذ جدا. بحر بقى بحر. ما هو بقول لك يعني ليه يعني هو ستايله ما بين فستان وما بين جلابيه. بحر بقى. فيري كيوت. ده بحر بقى. وانا حتى طلعته لها وبكل حاجه يعني بال سلابر فلات بالشنطه الخوص بحر اوتفيت وهوا وفيري سوفت وواسع. وبصي حلو على الرفيعه وحلو على المليانه.
طب والاول واحد اللي لابساه مروه ده لذيذ قوي برضو. ده بوهيمي بقى. ده بوهيمي ستايل. بصي هتلاقي بقى حاجات بوهيميه كده. انا واخدت بالي. بعدين هتلاقي لاين احنا مدخلينه المره دي برضو البرودري. الاول واحد خالص طلع ده برودري هاند ميد برضو. واللي طلعت بيه مروه دلوقتي ده برودري هاند ميد برضو. ولازم بقى تلاقي تاتش كده غريبه يعني عشان تدي برضو يبقى اللوك مختلف، ما تبقيش لابسه زيك زي اي حد. انت بتعملي تقريبا كام اوتفيت في الكولكشن؟ كتير. هو بصي يا امينه بصراحه ببتدي الاول ب10 بس ساعات الناس بتبقى عايزه تجيب تاني حاجات مختلفه فبقوم مزوده 2 3 فممكن نقول ماكسيمم 15. كل سيزن. كل سيزن يعني شتاء. بس احنا السيزونز عندنا بقى احنا عندنا عندنا شتاء صيف ساحل رمضان. بس عندك كمان ربيع. ربيع يعني في يعني اعتبريهم 5 سيزونز مش 4. 5 سيزونز بتعملي ورمضان 6 سيزونز. بتعملي في كل سيزون على حسب السيزون بتاع. طب ايه اكتر حاجه في الكولكشن بتاعتك انت حاساها السنه دي ناجحه؟ هل اكتر حاجه هقول لك الوايت باند ده بالرابنج توب عجب الناس جدا، اللي هو اللي لسه الاول واحد طلع اللي هو الواسع قوي. اوكي. ليه بقى؟ عامله منه الوان كتير قوي، الوان صيف بقى، اورانج، اخضر، فسفارك، كل الالوان. والبرده الرابنج توب عامله البلاك والوايت والكامل، فعجبت الناس جدا. طب انت كمصممه ازياء حاسه ايه اكتر حاجه او اكتر صعوبات بتواجهك؟ التصميم طبعا. التصميم ده اكتر بقى مرحله بتبقى هاتك جدا عليا عشان خاطر اقدر اطلع حاجة فعلا مختلفه، اقدر انافس في السوق، وفي نفس الوقت الدنيا تبقى الناس يعني اشوف اذواق الناس عامله ازاي واقدر احاكيها. عموما مروه بجد بشكرك جدا. وانا اكتر والله يا امينه. كل المحجبات يلبسوا كده سمبلستي جميله، حاجات حلوه بجد. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا امينه. البروجرام خلص. يا ريت النهارده كل فقرات تكون عجبتكم. الاعاده النهارده الساعه 12 بالليل، واستنوني الاسبوع الجاي يوم السبت الساعه 5 وفي ايد امينه.